السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم الى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم والبداية مع صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت مقالا بعنوان "الثوار السوريون يدعون وجود اطفال معتقلين لدى الحكومة والنظام ينفي" قالت فيه قالت المعارضة السورية يوم الاثنين ان اطفالا تصل اعمارهم الى عامين لا زالوا مفقودين في المعتقلات وفي منشات الدولة الامنية مما يشكل تشكيكا في ادعاء الحكومة انها لا تحتجزهم، كما يلقي هذا الامر بظلال من الشك على سلامة المدنيين الذين عرضت الحكومة اخراجهم من مركز مدينة حمص. تبادل الاسرى يشكل قضية اساسية مع التقاء الطرفين في محادثات السلام الجارية في سويسرا لاول مرة منذ بداية الصراع السوري قبل ثلاث سنوات. وكانت المعارضة السورية قالت إنها في صدد إعداد قائمة تتكون من أسماء حوالي خمسين ألف مواطن يعتقد أنهم معتقلون بينهم ألف طفل ليتم تقديمها إلى الأمم المتحدة هذا الأسبوع بعد الانتهاء من وضع الأسماء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تهمت هي الأخرى المعارضة أنها تحتجز آلاف المعتقلين وكانت الحكومة نفت من جانبها وجود أطفال معتقلين ودعا وزير الإعلام عمران الزعبي يوم الاثنين بأنه حتى الأطفال المقاتلون الذين جندتهم الجماعات المتمردة لم يعتقلوا تتضمن قائمة المعارضة عددا من الأطفال منهم ستة أطفال رانيا عباسي وهي طبيبة أسنان وبطلة سابقة في لعبة الشطرنج أصغر أطفالها طفلة تبلغ العامين من عمرها عباسي وأطفالها الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم 13 عامًا قيل أنهم اعتقلوا خلال مداهمة لمنزلهم في دمشق في مارس العام الماضي، وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك أنها تلقت تقارير من معتقلين سابقين حول أطفال رضع محتجزين في مراكز اعتقال حكومية مع أمهاتهم، إضافة إلى أطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة معتقلون لوحدهم ننتقل الآن إلى موقع الشرق العربي للدراسات حيث كتب زهير سالم مقالا بعنوان أحد عشر ألف إنسان في كشف الأولي إنسانية القرن الحادي والعشرين قتلتهم لاهاي قبل جنيف وأهم منها قال فيه الأخطر والأهم من جنيف ومما فيه وما يدور فيه من عبث هو الكشف الموثق عن رأس قمة جبل الجليد لحرب الإبادة التي تديرها إنسانية القرن الحادي والعشرين ضد شعب معذب ومستضعف تواطأ عتاة العالم اجمع على دمه، وظنوا انهم قد تمكنوا منه على النحو الذي رسم طغاة قريش ليلة الهجرة. يقتلون محمدا ويضيع دمه بين القبائل، بين الروس والصينيين والايرانيين واللبنانيين والامريكيين والاوروبيين. رأس جبل جليد الجريمة الموثقة بأحد عشر ألف شهيد قتلوا تحت التعذيب وبالتجويع في الزنازين المظلمة التي يديرها بشار الأسد عميل المجتمع الدولي أو عميل جاهلية القرن الحادي والعشرين الذين ما زالوا يتواطؤون على حمايته ويتنافسون على شراكته ولعل الأخطر والأبشع من جريمة القتل فيما تم اكتشافه هو طرائق القتل نفسها طرائق القتل التي تؤكد ان الارهابي الاول في هذا العالم هم المجرمون الذين غادرتهم منذ ولادتهم الوضيعه كل المعاني والقيم الانسانيه، شركاء الجريمه الذين يجب ان يفرزهم كل السوريون وان يميزهم كل السوريين وان يكرسهم اعداء كل السوريين، هم القائمون على كل المؤسسات الدوليه والمنظمات الانسانيه، والدول التي اخذت على عاتقها حفظ الامن والسلم الدوليين. ثم تواطأت أو سكتت عن قتل السوريين سيحاكم الشعب السوري على طريقته في يوم قريب كل هؤلاء القتلة والمجرمين ولن تكون سوريا إلا لأهلها إلا لأهلها الحقيقيين الذين صنعوا حضارتها وساروا تحت ظل القيم التي غرسها أنبياء الله على أرضها القيم التي لم يعرفها يوما القتلة والمجرمون وشركاؤهم وداعموهم والمتواطئون معهم والصامتون عليهم مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب عبد المنعم سعيد مقالا بعنوان جنيف اثنين والمصير السوري قال فيه كانت سوريا الأسوأ حظا فيما يتعلق بزمان الزلزال والهبات العربية التي تولت منذ بداية العقد الحالي حتى رغم أن الحصاد كان فيه الكثير مما هو ماسوف عليه في معظم الاحوال ولكن قلاقل التاريخ دائما صعبه ومؤلمه وحاده ولا يتحملها من دول وافراد الا ما كانت فيه عناصر القوه الطبيعيه من هويه وتماسك وترابط اجتماعي وسياسي سوريا لم تتحمل عاصفه الربيع العربي وثبت ان الحكم البعثي فيه فيه قدر كبير من العبث ولكن فيه قدر اكبر من العنف والقسوه والاستعداد اللامتناهي للمضي قدما في القتل والترويع حتى يصل الى اخر المدى. في الدول التي جاءتها العاصفه جرى التجاوب معها. لم تنتهي دوله الى افضل مما كانت عليه، ولكن الدول بقيت بشكل او باخر وظلت ولا تزال تحاول ان تخرج من العاصفه. لا يزال بشار الاسد وجماعته يعتقدون انهم يقودون دوله بالفعل. ولم يعد معلوما ما اذا كان تدخل الدولي في النهايه سوف يتركها دوله مره اخرى، ام انه سوف يكون علينا مواجهه واقع جديد. في جنيف اثنين كان الهدف هو العمل على تشكيل حكومات انتقاليه تمثل كل الاطياف ومحايده ولطيفه وتستطيع ان تاخذ بيد الجميع لكي يسهموا في بناء سوريا الجديده. هذا الهدف لا يزال باقيا. ولكنه مؤجل حتى يتم تحقيق سلسلة من الاهداف، كان اولها وقف اطلاق النار في سوريا كلها، ولكن ذلك بات هدفا بعيدا، فما بات مطلوبا هو وقف اطلاق النار جزئيا في مناطق بعينها، واحيانا بشكل مؤقت حتى يمكن للمساعدات الانسانية ان تمضي. الحالة ببساطة باتت كارثية، فاحوال اللاجئين والقتلى والجرحى، وتداخلها بين المدن والقرى والمناطق. من بين سوريا ولبنان وسوريا والعراق جعل الإمساك بالخيوط الدبلوماسية صعبا وتحتاج إلى صبر أيوب حتى يمكن تحقيق نجاح واحد فيه يتيح لعدد من العائلات النجاة من الموت الحل الناجع الوحيد الذي يحل المسألة من جذورها أن يجد بشار لديه من الشجاعة ما يكفي للاعتراف بأنه فشل في إدارة سوريا واستمراره في الإدارة يعني آلاما طاحنة تحتاج إلى أكثر من جنيف لعلاجها وبالانتقال إلى موقع حبرلار الإلكتروني الذي نشر مقالا بعنوان السياسات التركية الصائبة تجاه الأزمة السورية جاء فيه إن الأزمة السورية ليست ببعيدة عنا فهي أزمة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص من السوريين بينما أصبح الملايين منهم في عداد اللاجئين وسويت معظم المدن بالأرض نتيجة للقصف بالطائرات والصواريخ، وتحولت الأراضي السورية إلى ساحة تتصارع عليها القوى الإقليمية والدولية، وذلك أمام سمع وبصر العالم أجمع. ونحن نتناول أزمة بهذا الحجم، أزمة قد انتهك فيها كافة المبادئ القانونية والمعايير الأخلاقية. قبل كل شيء، لابد من تحديد موقفنا من الأزمة على نحو صحيح. إن أصدق تعليق على هذه الأزمة منذ بدايتها هو ما قاله وزير الخارجية التركي داوود أوغلو، إذ قال: "إن المسؤول الأول عن المآسي الحاصلة في سوريا منذ ثلاث سنوات هو مجلس الأمن الدولي، لأنه لم يستطع إصدار قرار لإيقافها، وما كان لتركيا أن تبقى مكتوفة الأيدي، حيث نتقاسم مع سوريا حدوداً برية مشتركة يصل طولها إلى 910 كيلومترات" فضلا عن صلات القرابة والرحم والمصاهرة بين العائلة من كلا الجانبين من الممكن إعادة قراءة السياسات التركية الخاطئة والسليمة تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها وحتى يومنا هذا خصوصا بعدما بدأت تطغى على الأجندة السياسية اليومية بسبب الشاحنات الغامضة التابعة لجهاز الاستخبارات والتي تم إيقافها في مناطق مختلفة من البلاد وبسبب مؤتمر جنيف 2 الذي يعقد حاليا في سويسرا في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة ولنبدأ بالمواقف السليمة في السياسة التركية تجاه الأزمة السورية فوقوف تركيا إلى جانب الشعب المظلوم ضد النظام الظالم كان قرارا صائبا من حيث المبادئ الأخلاقية أما موقف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أغمض عينيه عن ظلم الأسد كان موقفا خاطئا بلا ريب كما أن هناك عدة خطوات إيجابية اتخذتها تركيا حيال الأزمة السورية مثل إدراجها موضوع الأزمة على رأس أجندتها والحديث عنها في المحافل والمؤتمرات الدولية وفتح الحدود على مصراعيها أمام اللاجئين السوريين واحتضان نحو 205 ألاف لاجئ في مخيمات لجوء قل نظيرها ونالت إعجاب العالم فضلا عن مليون آخر في مدن مختلفة كل ذلك كان بلا شك قرارا صائبا في محله كل ما مضى ذكره يمثل السياسات الصائبة التي انتهجتها تركيا حيال الأزمة السورية منذ اندلاعها أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى وكالة أنباء رويترز في تقرير إخباري عن حصار حمص عنونت توقف قافلة الإغاثة مع مطالبة الحكومة السورية بضمانات جاء فيه أمس مصير قافلة إغاثة أعدتها الأمم المتحدة لألاف السوريين المحاصرين في حمص في مهب الريح يوم الثلاثاء بعد أن قالت الحكومة أنها تريد ضمانات لعدم وقوع الإمدادات في أيدي الإرهابيين حيث قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ما زلنا ننتظر ضمانات لعدم وصول هذه القوافل إلى مجموعات مسلحة وإلى جماعات إرهابية داخل المدينة، نريد أن تذهب إلى النساء والأطفال. ما زلنا ننتظر هذه الضمانات، وقالت الأمم المتحدة أنها مستعدة لتوزيع مساعدة تكفي لمدة شهر على 2500 شخص محاصرين في المدينة التي تحولت إلى أنقاض بفعل القصف والقتال على مدى أشهر. وذكرت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة أن القافلة ما زالت تنتظر دخول حمص، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل بخصوص أسباب التأخير. وقال عضو وفد المعارضة مرهف جويجاتي إن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها كل الضمانات اللازمة من القوى المناهضة للحكومة. وأضاف: العقبة الوحيدة التي تعترض سبيل تحرك القوافل هي قرار النظام الذي لم يصدر حتى الآن. وبعث ناشطون معارضون يعيشون في الحي القديم في حمص برسالة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها: "أنه ما لم يرفع حصار القوات الموالية للحكومة عن المدينة بشكل كامل، فكل الإجراءات الأخرى ستكون سطحية". وطالبوا بإنشاء ممرات آمنة للخروج من حمص والدخول إليها لمن يرغبون في ذلك دون اضطرارهم إلى المرور من نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية التي تحيط بالمنطقة المحاصرة. وأبدت المعارضة السورية استعدادها لرفع الحصار عن ثلاث قرى مؤيدة للحكومة في شمال البلاد، في إطار اتفاق أوسع لتخفيف حصار البلدات من الجانبين. واتهم متحدث وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة السورية بتسميم أجواء محادثات السلام بمنع توصيل إمدادات الإغاثة. ودعا الحكومة إلى الموافقة على القائمة الكاملة المقترحة لتحركات القوافل التي طلبت الأمم المتحدة إرسالها إلى المدينة القديمة في حمص. والمعظميه ودوما واليرموك ومليحه وبرزه. وأضاف: مطالبة قوات المعارضة بالخروج من منطقة أو إلقاء السلاح قبل السماح بتوصيل الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها، لا يمثل عرضاً مقبولاً للسماح بدخول الإغاثة الإنسانية. وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء، حيث نشر مقالاً لمحمود حمزة بعنوان: مغالطة فيصل المقداد المفضوحة، وقناة روسيا اليوم تنغم لكذب النظام الأسدي، قال فيه: وفد النظام السوري بدأ يكشف عن نيته الخبيثة في إجهاض المفاوضات بالحديث عن ضرورة مشاركة المعارضة الوطنية. فيصل المقداد بكل صفقة وكذب، يقول أن وفد الائتلاف لا يمثل المعارضة الوطنية السورية الحقيقية. وبالمناسبة روسيا تكرر نفس الكلام فهم مستقتلون على حضور هيئة التنسيق ذات المواقف الرخوة وخضر جميل وصالح مسلم عملاء النظام بالرغم من أن هؤلاء ليس لهم أي وزن في الشارع السوري بينما الائتلاف على علاته يحظى باعتراف دولي كبير النظام مثل بوفد من المأمورين الذين يتلقون التعليمات من الأجهزة الأمنية السورية وإن هذا الوفد لا يملك أي صلاحية تذكر ولكنه يتقن الكذب والمراوغة فالمقداد يتحدث عن الإرهاب ومموليه لكنه ينسى أن يتحدث عما يقوم به النظام السوري من إرهاب بحق السوريين من قتل وتدمير وتجويع وتهجير وعدد المتضررين تجاوز 13 مليون سوري وهناك حقيقة كبرى وهي أن النظام السوري لا يحارب الإرهاب الممثل بداعش بل هناك تنسيق واضح بين قوات الاسد وداعش، والدليل ان القصف يدور في كل مكان ما عدا مراكز داعش، وكذلك لا تقوم داعش بمحاربه النظام، فلماذا يكذب النظام بانه يحارب الارهاب؟ ان من خلق الارهاب في سوريا منذ عشرات السنين هو نظام الاسد، وتدخله في العراق خير دليل، فمن كان يوما ارهابيا وداعما للارهاب، كيف يتحول الان الى ضحيه بقدره قادر؟ وليس لنا إلا أن, أذ... الا ان نذكر كلمات وزير اعلام النظام النازي الالماني جوبلز عندما كان يقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب لكي يصدقك الناس والذي يحصل للمسؤولين الاسديين انهم من كثره كذبهم بداوا يتحدثون بثقه وهم مصدقون لما كذبوا به ولله في خلقه شؤون لكن حبل الكذب قصير والثوره السوريه العظيمه عرت النظام وستسقطه مع كل أكاذيبه مشاهدينا الكرام ننتقل الان الى مجله حبر حيث نشرت مقالا لرامي السيد بعنوان لن تسرق ثورتنا ستبقى الثوره السوريه ثوره لكل السوريين قال فيه بدات الثوره السوريه بزخم فاجأ الجميع القاصي والداني والمعارضين قبل المؤيدين، وصدم النظام السوري الذي ظن انه عمل على استعباد السوريين لسنين طويلة وبأنهم اعتادوا الرضوخ والهوان. انطلقت الثورة السورية بكل عفوية وتصاعدت كنتاج لحماس الجماهير وإحساسهم ببعضهم وبما عانوه كل هذه السنين. كانت المظاهر عشوائية، لم تخضع لتنظيم أو فكر سياسي معين، فقط تتجول في الحارات. فتجد مظاهرات تنطلق بأية لحظة مظاهرات صدح بها عدة شباب أصدقاء كانوا قبل أيام يسهرون ويتحاورون حول الأوضاع السياسية والظلم والقمع الذي يعيشونه وبأن إسقاط هذا النظام حلم من المستحيل أن يتحقق منذ انطلاق الثورة السورية كان شعارها الأبرز ثورة لكل السوريين قد شارك فيها الجميع ولم يميز مدينة عن أخرى بل ونسوا الحقد المتبادل الذي عمل النظام على زرعه فقد تالفت قلوب العرب والاكراد والريف والمدينه والكبار والصغار توافق السوريون على هدف واحد وهو اسقاط هذا النظام الطاغي بعد ان طالت الثوره وسقلت على كاهل السوريين بدات تظهر النفوس الضعيفه والمخربون ودعاه التقسيم والحقد والكراهيه وبدأت فصائل غريبة تحاول سرقة الثورة السورية وتغيير اهدافها وتشويهها. فاعتقلت الناشطين، وخطفت الاعلاميين، وعذبت الناس في سجون تكاد تكون نسخة عن سجون مخابرات النظام، وادت الى تراجع النشاط الثوري، واحباط كثير من السوريين. فظن الجميع بان الدائرة دارت عليهم، وبان النظام استطاع تشتيت الثورة. وبان العالم حصل على المبررات التي كان ينتظرها ليترك سوريا تضيع في دوامه صراعات داخليه فسموا الثوره في سوريا صراعا مسلحا او حربا اهليه او ارهابا فانطلق السوريون مره اخرى وفاجاوا العالم اجمع لقد ثاروا من جديد على الظلم ووقفوا بوجه سارق ثورتهم واعلنوها للجميع نحن لسنا سذجا لن تخدعونا بعناصركم والدسائس التي تحيكونها وعاد الجيش الحر، وعادت الفصائل الاولى التي وقفت بوجه الطغاة في احلك الظروف، وسقطت المؤامرة مرة اخرى. وصاح المتظاهرون في الشوارع والساحات: لن تسرقوا ثورتنا، الثورة السورية ستبقى ثورة لكل السوريين. ننتقل الان الى جريدة عنب بلدي، حيث كتب معتز مراد مقالا تحت عنوان: وراء الصور المسربة حقد حتى النخاع، قال فيه: راعنا منظر الجثث المعذبة والمنكل بها بطريقة تفوق الوصف في مقرات التعذيب التابعة لنظام الأسد. فأكثر من 55 ألف صورة مسربة لأكثر من أحد عشر ألف سجين في سجون النظام، كلها تعرضت لتعذيب ممنهج وحشي سادي تم بدم بارد جدا. ربما ترتبك الصورة أمامنا. ولا نستطيع احيانا ان نحدد سبب هذه الافعال التي تنتمي لعالم الهولوكوست القروسطي النازي الساليني فهل يسعى اصحاب هذه المذابح لان يجعلوا من هذه الجثث عبره لمن يعتبر ام عذبوهم حتى يدلوا باعترافات يريدونها ام ان مجرد الحقد الاعمى على شعب او مله او طائفه او عرق أراد الخروج على سلطة الطاغية وحكم الفرد والحزب الواحد هي سبب تلك الموبقات البشرية. لو كان الغرض وراء تلك الجرائم سحب الاعترافات أو جعل أولئك السجناء عبرة للآخرين، لما تسترت تلك الأنظمة وفي حالتنا هو نظام الأسد عليها. ولما رأينا تجويع السجناء حتى الموت أسلوبًا ممنهجًا في التعذيب. ولما كان الكشف عنها بهذه الطريقة، تسريب الملف بشكل كامل لوكالة أخبار عالمية. يعتبر سبقا صحفيا كبيرا وخطوه مهمه نحو سوق المجرمين الى محكمه الجنايات الدوليه كمجرمي حرب. من المؤكد ان الحاله التي يتمناها الطاغيه او المستبد من شعبه هي ان يبقى هذا الشعب يشعر تجاهه دوما بالعرفان والجميل، ومن المهم ان يستمر هذا الشعب بالتسبيح بحمل جلاده، مع ان هذا الاخير جاء الى السلطه رغما عنه وغالبا بقوه الحديد والنار. وبسبب يقين هذا الانسان المستبد ان مصيره مهدد في كل لحظه بالزوال لذلك يبني حوله منظومه كامله من اجهزه التنصت والمخابرات وفرق الموت الا انه يطلب من الناس ان يحبوه وان يرددوا دوما عبارات التضحيه والفداء بحقه ومع ان غالب هذه الانظمه لا تبني وطنا ولا تعمر حضاره او تنمي اقتصادا وكل ما تبنيه يأتيها من مساعدات وجمعيات دولية وتفاهمات لها علاقة بالتابعية لمحور شرقي أو غربي إلا أنها أيضا تصدر نفسها بأنها بانية الوطن وصروحه الشامخة وفي اللحظة التي يرفض فيها الناس هذه الخزعبلات ويكشفونها على حقيقتها تنهار سمعة الدكتاتور وتنهار معها جميع الكذبات التي حاول أن يروجها خلال سنين حكمه فيقرر ان ينتقم ويشفي غليله الى ابعد مدى. وما تم تسريبه من صور في الايام الاخيره، وما خفي في سجون نظام الاسد حتى اللحظه، لهو اكبر دليل على هذا الحقد الدفين والذي تجاوز النخاع. الى هنا مشاهدينا الكرام، تنتهي جولتنا في حديث الصحافه لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته